they leave the blood and organs to enter the organs. In organs, they remove any foreign substance. هسه نشوف وظيفة الماكروفاج. الخلايا البلعمية الكبيرة هي عبارة عن خلايا كبيرة بلعمية توجد في أعضاء منها الكبد، الرئة، الطحال، الكلية والعقد اللمفية. Produce in bone marrow طبعا يتم إفرازها من أو إنشائها أو تكوينها من نخاع العظم. تنتقل في الدم كخلايا وحيدة النواة، تتطور إلى أو يعني تتحول إلى خلايا بلعمية. شلون تتحول إلى خلايا بلعمية؟ عندما تترك الدم وتدخل إلى العضو. هاي المرحلة الماكروفاج تتحول إلى خلايا بلعمية. في الأعضاء they remove any foreign substance. وظيفتها بالعضو كل شكل غريب داخل الجسم تزيله هذه الخلايا. زين، هسه راح نتكلم عن أنواع السيل تايبس وكاركترستيك صفاتها، لوكيشن موقعها وشكل الايمجز مالتها. So, mast cells dilates blood vessels and induces inflammation through release of histamine and heparin. Recruits macrophages and neutrophils involved in wound healing and defense against pathogens, but can also be responsible for allergic reaction. يعني وجودها بالأوعية الدموية تحفز وظيفتها، تحفز الالتهاب. شو تحفز الالتهاب؟ عن طريق إزالة أو عن طريق إفراز الهستامين. الهستامين شو يسوي؟ شنو وظيفة الهستامين؟ هو يوسع الأوعية، يوسع أي وعاء هو بيفرز به الهستامين يوسع. أنت هيبارين، الهيبارين شنو؟ مانع للخثرة أو التجول. Recruits macrophages and neutrophils involved in wound healing. Mast cells يعني تشتغل في تطبيب الجروح و induce defense against pathogens، تشتغل في الدفاع ضد العوامل المرضية، but can also the responsible of allergic reactions. أيضا تكون هي مسؤولة عن تفاعل الحساسية. Location: connective tissues, mucous membranes. موقعها هي بالأنسجة الرابطة وغشاء الأغشية المخاطية. Mast cells موجودة بالأغشية الأنسجة الرابطة والأغشية المخاطية. هذا شكلها، هذا شكل Mast cell. While macrophage it is phagocytic cells، هي الخلايا الملتهمة that consumes foreign pathogens and cancer cells stimulate response of the other immune cells.
هي عبارة الماكروفاج هي عبارة عن خلايا ملتهبة تعمل على التهام الجسم الغريب والخلايا السرطانية، تعمل على تحفيز الجهاز المناعي. مكانها عادة هي موجودة بأي عضو معين، بس هي تهاجر من الدم إلى الأوعية، بعد هذا إلى الأنسجة، فإذا مكانها بالدم، لكن تترك الدم بعد أن تكتشف إصابة معينة بمكان معين وتطلع إلى الأنسجة. هذا شكل الماكروفاج أو الفاجوسايت في الستيك سيلز. Natural killer cells kills tumor and virus infection. هذا natural killer cell خاص فقط قتل الفيروسات والخلايا السرطانية فقط. قتل الخلايا يعني الورمية tumor cell ورم، والفيروس infection الخلايا اللي تنصاب بالفيروسات هذه تجي وتقتل. مكانها circulates in blood، تكون تدور بالدم وتهاجر إلى الأنسجة. هذا شكل natural killer cell. Dendritic cell presents antigens on its surface, thereby triggering adaptive immunity. Present in epithelial cells, including skin, lung, and tissue of digestive tract, migrates to lymph nodes upon activation. هذا شكل الخلايا الشجيرية. شوف هي ليش مسوي منطي هذا الرسم؟ لأن شكلها نجمي أو شجيري متفرع. مكانها عادة هي موجودة بالإبيثيليال سيلز، خلايا الطلائية أو الأنسجة الطلائية، ومن ضمنها الجلد والرئة وأنسجة الجهاز الهضمي digestive tract. migrate عادة هاي من تصير إصابة بمكان معين راح تهاجر إلى العقد اللمفية تبعا لتحفيزها. monocytes differentiate into macrophages and dendritic cells respond to inflammation. هذه يصير بها تمايز. monocytes يعني هي ممكن تتحول إلى خلايا بلعمية أو تتحول إلى الماكروفاج، زين، وممكن أيضا تتحول إلى dendritic cells حسب الاستجابة المناعية. الاستجابة المناعية أو الشغلة المهمة وين صارت؟ مثلا بالنسبة للماكروفاج إذا صارت بالدم راح تتحول المونوسايت إلى ماكروفاج، وتتحول المونوسايت إلى دندريتك سيلز إذا صارت الإصابة وين؟ بالإبيثيليال تيشو أو إذا صارت بالدايجستيف تراكت. فعادة مكانها توجد في السبلين، الطحال stored in spleen moves through the blood vessels to affected tissue. عادة إنه هي تتحرك عبر الأوعية الدموية إلى الأنسجة المصابة.
هذا هو ال شكل خلايا المونوسايتس. طبعا هي ما دائما موجوده بالدم. زين النيتروفيل اللي first responders or responders at the site of infection or trauma. This abundant phagocyte cells represents 50-60% of leukocytes release toxin that can inhibit bacteria and fungi and recruits other immune cells to the site of infection. هو النيتروفيل بصفتها دائما موجودة بالدم راح تكون من أول المستجيبين إلى مكان المشكلة. يعني هو شو قوات الطوارئ أول شيء تجيك النجدة. النجدة هذه نجدة تجي دائما موجودة مو بكل فرع. ثم نصل المشكلة رأسا سيارة النجدة تكون موجودة بهذا المكان. فتسعى إلى موقع الإصابة. First site of infection or trauma. هذه ممكن تتحول إلى خلايا بلعمية phagocytic cells اللي تنتج من 50 إلى 60 of leukocytes. يعني تنتج اللي تمثل 50 إلى 60% من الخلايا البيضاء أو اللوكوسايت. عادة هذه تنتج توكسينز اللي تساعد على قتل أو تثبيط البكتيريا المرضية والفطريات and recruit the other cells to the site of infection. شو تسوي النيتروفيل؟ تستدعي بقية أنواع الخلايا المناعية إلى مكان الإصابة. فهذه عادة تهاجر من الدم والأوعية الدموية إلى النسيج. فهذا شكلها يكون النواة مالتها هاي الحبيبية أو المفصصة. Loops. They have loops of nucleus. Basophil, responsible for defense against parasites. هاي هنا بدا التخصيص او المتخصصة. ليش البيزوفير دائما تكون ضد خلايا الباراسايتس. Releases histamine that cause inflammation and may be responsible for allergic reaction. هذه من تصير حساسية بالجسم نتيجة وجود الطفيليات ونتيجة إفرازها للهستامين موسع القصوات اللي يعني استجابتها المناعية تكون بهذا الشكل واللي تكون مسؤولة عن التفاعل الحساسية بالجسم. البيزوفيل عادة circulate in the blood and migrate to tissue. هذا شكلها متكونة نواتها من فصين مو ثلاث فصول. والحبيبات مالتها تكون قليلة. إيوسينوفيل أيضا releases toxins that kill bacteria and parasite but also cause tissue damage. Circulate in the blood and migrate tissue. شوفوا هذا الإيوسينوفيل الخلايا الحامضة أيضا مثل عملها تقريبا يشابه عمل البيزوفيل وأيضا تؤدي إلى إفراز التوكسينات اللي تعمل على قتل البكتيريا والطفيليات اللي تسبب تحطم الأنسجة. مكان تواجدها هي عادة تدور بالدم وبسبب مهاجرتها إلى الأنسجة. لاحظوا
بهذا الشكل.